فطبعا كان موقف جميل طبعا، ومحدش تبعي قال انت فين حتى. جوزك كان وضعه ايه ساعتها؟ لا والله ما ما الموضوع ده فكرش. ما يعني ما فكرش فيه. الشخصية التالية اللي بعدها، يا طبعا برضو بحرق برضو كده طبعا، فوق اكيد طبعا لكن اكيد. عيونك ضو على فكرة عايدة. لا محرم انسان طبعا، فنان مصري صميم وصعيدي وأول ويعني كان قصة حب بيحبني جدا صح؟ يعني. أول قصة حب ولا لا هو مش اول قصة حب، هو الريفانش كان أو عندي الريباوند؟ قصة حب عندك قبلها. واتجوزتي لأنك ما قدرت تتجوزي أول قصة، مش كده؟ يعني ما عرفتش، كان في اشكالات يعني في الجواز، كان في بالجواز عشان يعني كده كان في اختلاف يعني. واتجوزت من من محرم. محرم. واحنا اصلا بالحلقه السابقه تحدثنا عن الموضوع ده، والله وانا مش ناس فاكره، تحيا والله الستات مبلا، اتكلمنا باكثر من محور عن انا ما موضوع اتكلمت في حاجات كتير قوي، كل محور محرم. المواضيع دي. لا المحرم جميل بصراحه يعني. تعرضت للتعنيف وكان يغير كتير عليك وكان قاسي عليك، بوقت الست بتبقى منتفضه على هذا الواقع وبدها تخلص وشايفه حياتها مش حلوه، عشان كده بقول لك مع الوقت بننسى المواقف الصعبه دي، الالم اللي خدتيه، يوم اللي لحقك عند الجيران وكلمك خطيبك السابق، يعني تفاصيل تفاصيل. لا ده كان موقف، ده غريب، ده هو الموقف الوحيد في حياتي ده، بس ابتديت بقى اقوله بقى دلوقتي خلاص الدنيا اتغيرت شويه. هو طبعا كان ليه حق برضه يعني، عارفه ازاي يعني الكلام اللي سمعه برضه يعني. هو رفع السماعة على فكرة. ما هو يعني الشقه كده بابها مفتوح يعني كده، اوضه النوم ده تليفون وانا بتكلم في الريسبشن شويه، مش عارفه الشقه بتاعت لندن كلها صغنونه كده يعني، معرفش ايه اللي هو صحاني ان انا ما عنديش حد، معرفش حد خالص في لندن يعني. ما الزار سمع برضه، هما بيرجعوا بعد ما بيغنوا بيرجعوا يعني الساعه 12 الظهر من المغنى بتاعتهم يعني، فكان لسه نايم او حاجه كده يعني. فخبت عليا وقال لي، قال لي ده في تليفون عشانك. عشاني انا؟ انا استغربت يعني لما بيكلمني في التليفون خطيبك السابق يعني صاحبه. ده صاحبه في لندن، ده جا لندن، مش اللي لندن. كلمني مش خطيبي ده، هو بعت حد لندن عشان هو كان ساعتها الجيش مش ممكن يعني يطلع يسافر، فبعت صاحبه ده لندن، هو كان مسافر يعني. فيعني كان قاعد يبحث بقى فين المطربين محرم فؤاد ومش عارف، فعرف بقى النمره بتاعه الراجل دوت، فهو اللي بيكلمني، فكان بيكلمني في التليفون. كنت انا بقى مع محرم بقى ايه يعني، بقيت اشوف عصبيته بقى يعني، عشرته بقى شويه في لندن، فايه يعني ما تحكيش، بحس عادي يعني، انا برضو صغيره يعني مش بصيت بقيت غير يعني، ابتدى يتعصب زاد على اللزوم شويه يعني. فانا طبعا قلت له لا ده انا متضايق، انا منزل هطلق قول يعني عصر على محرم بعدها. ما هي دي بقى العلقه، العلقه بتاعتي دي الاولى والاخيره يعني. كل شويه محرم ياخر قعدته في لندن عشان ما انزلش افك، فقعد ياخر 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 شويه عشان انسى، ياخر عشان انسى. وطبعا هو نزل في مصر بقى ابراهيم دوت يعني، كل الوسط الفني، وكان خالد الامير وبليغ حمدي، حتى ما جو قالوا طبعا كان وشي ملطش، قالوا دي لو نزلت راحت الاسم ده انت تتسجن، انت مجنون. واعتذر طبعا من بعدها قعد بقى كل شويه عايزين ننزل مصر، عايزين ننزل مصر، ننزل مصر، عمال ياخر بقى. كان شغل بقى في امريكا، نروح امريكا ونرجع على عشان لندن. وشك اتبهدل للدرجه؟ لا يعني مش للدرجه دي يعني، بس لا هو يعني انا يعني عمري ما خدت قلم على وشي يعني. ما تعرفيش تصدي فين، ما تعرفش شفت حاجه، ما تعرفيش تصدي لولا الراجل ومراته يعني، كان زماني مت ولا جرى لي حاجه. وبرده فوق وطلعتيه فوق وطلعتيه، عم بقول لك فوق يعني، طلعتيه لمحرم لا فوق. ما هو انت مش هتيجي بقى الحاجه يعني، تنسي هو برضو كل الحاجات علشان لا هو راجل بيت ويعني كان بيحبني جدا، ويعني
بس يعني انت بترفضي انه الرجل يعنف الست لاي سبب؟ لا طبعا، في ستات بتبرر هذا الموضوع عايده، في ستات بتبرر او بقي مع رجالتها لاسباب عديده وتعنف. لا لا لا، دي هي مره وهو فعلا ما مدش ايده عليها تاني ابدا، لانه كان حاسس ان انا طبعا يعني لا طبعا حاجه صعبه يعني. ازاي يعني في ستات على طول بقى بيوتها يعني ممكن تكون كده؟ هو برضو يعني كان راجع من الشغل بقى متاخر، ويعني وهو كان قابل معاه في مصر على فكره عندنا في البيت، وطلع وكان في يعني عارف يا فدمه بقى يعني غلي. الشخصية الثالثة اللي معانا